السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح احكي عن اكبر حملة لتعريب جينشن امباكت حاليا بين صناع المحتوى باليوتيوب. اكيد انتم شفتوا بالفترة الاخيرة هواي من صناع المحتوى نشروا عن هذا الموضوع، تلقون كل روابط الشباب اللي نزلوا عن هاي المقطع جوا بالوصف، فروحوا شوفوهم ادعموهم، صعدوا المقطع يا شباب، مقطعي او مقطع اي شخص نشر عن هذا الموضوع، صعدوه اعطوا لايك، انشروه بالمنصات اللي عندكم تستعملوهم، اعطوه لاصدقائكم على مود هذا الموضوع يا شباب، ريده يرتفع على مود الوطن العربي او مجتمع جنشن العربي كله يعرف عن هذا الموضوع، وساعدنا بهاي الحمله على مود نوصلها الجنشن امباكت. شفتوا انتم بالفتره الاخيره تقريبا اغلبيه صناع المحتوى عن جنشن يعني يشرون عن هذا الموضوع، فريد دعمكم يا شباب. الدعم راح يكون من خلال شغلتين، اول شغله لا تشوفون هذا الكلام او راح تلقون رابطه جوا بالوصف راح اخليكم اياه تجون على الايميل، واعتقد هاي شفتوها عند باقي اليوتيوبر. طبعا راح احكي عن شغله ثانيه ما ذكروها لحد الان ما حد ذكرها، تجون منا يا شباب وتعطون جو تو سيرفر وتسوون هذا الاستبيان وتخلون هذا الحكي راح اخليكم اياه بالوصف وباول تعليقه ثبته تكتبونه بهذا الاستبيان. هاي الشغله اعتقد اغلبيتكم سووها. شغله ثانيه مهمه لازم تسووها هي يا شباب، اتمنى من عندكم تاخذون هذني الهاشتاجين الاثنين اللي قدامكم تنشروها باي موقع انت تستعمله، سواء يوتيوب، تويتر، تيك توك، انستغرام، اي شيء اي شيء انت تستعمله تنشر بيه. حتى لو ما تنشر نشره لاصدقائك، يعني اعطيه لاصدقائك، حتى لو مو انت صانع محتوى ولا انت صانع محتوى عندك، حتى لو قناه صغيره قناه كبيره اتمنى من عندك تشاركنا بهذا الشيء وتنشره، خاصه حسابات التيك توك لانه هواي من الاشخاص يجيبون مشاهدات عاليه بالتيك توك، فهذا راح يفيدنا. الا انت صانع محتوى على التيك توك تقدر تاخذ ذني الثنيين او تاخذ لقطه من مقطعي او مقطع اي شخص او انت تطلع تحكي عن هذا الموضوع، فهذا راح يكون دعم لنا وتصعيد للموضوع. ثاني شغله يا شباب اتمنى من عندكم تروحون على اي صانع محتوى ما ننزل لحد الان عن هذا الموضوع، صناع محتوى كبار او حتى صغار انت تتابعهم، تروحون يا شباب اريد التعليقات كلها ادعموا هاي الحمله، حمله تعريب او شاركوا بالحمله نشروا الحمله، اريد التعليقات يا شباب ما مقاطعكم كلها هيجي على مود نوصلها لليوتيوبر الكبار واللي عندهم تاثير على الشركه او عندهم تاثير على مجتمع جينشن على مود الحملة تصعد ونقدر نحصل على الشغلة نطلبها واللي هي التعريب للجينشن، لعبة جينشن احنا نريد بس ترجمة ما نريد دبلجة، فهذا الشيء راح يساعد الاشخاص كثير على انه يلعبون اللعبة، لانه نفس ما تعرفون مو كل شخص عنده لغة انجليزية او عدته ممكن بالانجليزي على مود يفهم قصة اللعبة، فاكثريتكم اللي يلعبوها وما يفتهمون القصة يعتمدون على اشخاص برا اللعبة يشرحون هاي القصة، وهذا الشيء الصراحة راح يكون افضل او راح تكون امتع بالنسبة لك انه تلعب اللعبة وانت فاهم القصة من جوا، يعني راح تتحمس ويا اللقطات، راح تتحمس ويا الاحداث اللي راح تجي بالايام الجاية او بالتحديثات الجاية، راح تجي اكيد قصص واحداث، بس الى انت ما تفهم ايش قاعد يصير فالصراحة راح تلعب القصة بس على مود تخلصها وتاخذ البرايم وجيم، هذا الشيء للأسف راح يخلي عند اللاعب أو اللي يلعب اللعبة راح يخلي عنده ملل، فهذا الشيء راح يسوي عندك ملل ومجرد راح تسوي سكيبات تظل تسكي بالحكي بدون لا تفهم أي شيء، فهذا التعريب راح يفيدنا وراح ينشر اللعبة أكثر ويخلي عندها مجتمع ويكبر مجتمع جينشن العربي، فيب هذا يا شباب كل المقطع وكل اللي رد تحكيه بهذا المقطع. نفس ما قلت اهم شيء يا شباب انه تاخذون هذن الشغلات حكيت عليهم، واهم شيء تروحون لليوتيوبر الكبار اللي عندهم ارقام عاليه وعندهم تاثير على مجتمع جينشن العربي وتقولوا لهم شاركوا بهاي الحمله، حاولنا احنا نجمع اكبر عدد من اليوتيوبر، واشكر الشباب اللي نزلوا واتمنى يا شباب تدعموهم، حتى لو بس تدخل على المقطع وتخلي له لايك لمود يصعد مقطعه ويصعد وينتشر اكثر بالمجتمع العربي ما جينشن. فابت كل مقاطع اللي نزلت عن هذا الموضوع راح تلقوها جوا بالوصف. فياب اللي هنا وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسونا من اللايك على مود يصعد المقطع، وايضا علقوا باي تعليق عن هذا الموضوع. مع السلامه.